أسعدنا من أعرفنا بالله، أكثرنا حبا لله، أكثرنا رجاء لله، أكثرنا خوفا من الله. اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء من معانيه أنك تسأل الله أن يملأ قلبك حبا له وخوفا منه ورجاء إليه، حتى تثبت القدم على الصراط في الدنيا لتثبت هناك إذا ضرب الصراط على متن جهنم. الحمد لله رب العالمين، تحبه لأنه ربك. الرحمن الرحيم، ترجوه لأن رحمته وسعت كل شيء. مالك يوم الدين، ترهبه ألا تقف بين يديه يوم القيامة وقد استعنت بنعمه على معصيته. الإخلاص هو لب العبادة، الإخلاص روح الحياة. الله لا يقبل أن يشرك به شيئا. الله جل الله أغنى الشركاء عن الشرك، أسعدنا أتقانا أعلمنا هو من كانت أعماله لله وحده. ولذلك قال المؤلف أن الإخلاص لب العبادة وروح العبادة، والذي لا روح فيه قد مات. قد الإنسان يبني مسجدا فيدخل النار ببنائه للمسجد، لما؟ لأنه ما كان يريد الله، كان يريد ثناء الناس وأن يكتب الاسم عليه. قد يحج الحاج لا لكي يلبي لبيك لا شريك لك، إنما ليقال الحاج، وقد يترك الفروض بعد ذلك، وذلك هدم للدين ولربما ما قبل. وقد تنفق كل مالك فلا يقبل منك ولا يقبله الله، فيكون المال حطب لجهنم، لأنك كنت تريد ثناء الناس، ويقول الله قد قيل خذوا عبدي إلى النار. ولذلك لا بد أن تتعلم النية كما تتعلم العمل حتى تقبل الأعمال. هناك خطر كبير يعصف بأعمال كثيرة، كالجبال يجعلها الله هباء منثورا. سبب ذلك أنها لم تكن خالصة، فيها اختلاط من شرك خفي، والشرك الخفي هو الذي خشيه عليه الصلاة والسلام، خشيه على الأمة. وفي سؤال، وقفة، توقفوا معي وأعملوا العقل. أنت إذا صليت أو تصدقت أو حججت أو اعتمرت أو كفلت يتيما أو سعيت على أرملة أو طلبت العلم كما تفعل، أنت تريد ماذا؟ تريد رضا الله. الخلق إذا علموا ما الذي يدفعونه لك؟ أيعطوك نفسا؟ أيعيد لك شيئا مفقودا من بصر أو سمع أو حاسة؟ أيرزقوك؟ لا والله، ما عندهم إلا ما عندك، وهم بحاجة إلى مولاك كحاجتك. إذن إذا كان ليس عندهم شيء، فلماذا نريد أن نرضيهم؟ أو لماذا نريد أن نريهم؟ أو لماذا نريد أن نسمعهم؟ يا أخي، ما عندهم شيء، فلماذا الزوجة تريد أحيانا لزوجها أن يرضى فتقول فعلت كذا وعملت كذا؟ لربما ونقول أخلص النية، لكن نحن مع الخلق مساكين، مساكين الخلق، لا يعطون شيئا، ما يعطونك شيء. ولذلك محترق قلب ذاك الذي لم يخلص، لأنه لا رضى الله قد وصل إليه، ولم يرضي مخلوقا. الأصل في المخلوق أنه عجول وأنه جهول وأنه ناقم، وقد يكون حاسدا أحيانا. إذن ألا تطلب على عملك شاهدا إلا الله، لأنه الذي خلقك، خلقك سبحانه وتعالى وحده، فلا تجعل من عملك شيء لغيره جل وعلا. ولذلك أحيانا يكون العمل كاملا فلا تعطى الأجر كاملا. ما الذي أنقصه؟ أنقصته النية. وكما قيل، كم من عمل كبير صغرته النية، وكم من عمل صغير كبرته النية. هذا أخفاه و أتقنه ثم رفعه لله بلا شوب وبدون اختلاط، وبدون أن يكون لنفسه حظ، ولا يريد من الخلق ثناء ولا جزاء ولا شكورا، فقبله الله. التمرة، الله يقبل شق التمرة،
ويربيها، لكن لا بد أن تكون التمرة خالصة. التمرة الخالصة شقها يكون كالجبل العظيم، وأحيانا تكون أعمال مزارع قد تعطي 1000 نخلة فلا يقبل منك تمرة واحدة، والسبب فعلي أكثر من فعل غيري، فعلك للمخلوق وأتاك منه الجزاء والشكور والثناء والكتابة في المقالات، وصورت معاه سناب ونزل في تويتر ونزل في الفيسبوك ومدحوك وصوروك وطبلوا وصفقوا، وخذ ما أعطوك الحسرات، وذاك ما علم أحد من أشبع فلانا لكن الله يعلم، ولذلك أعطاه الله بغير حساب. والآن ننتقل إلى ثمرات الإخلاص. من ثمرات الإخلاص قبول العمل، وأكبر مصيبة تحل بك وبكل مسلم أن تعمل ثم يرد عملك. نسأل الله السلامة والعافية. إن الله يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. والله أن هذا خطر. الله غني عن أن تقدم له عملا أو أن يرفع له عمل ليس طيبا خالصا له سبحانه وتعالى. الله غني أن تشرك معه غيره، بل الشرك الخفي هذا يدمر الحياة ويدمر الأعمال. لذلك أخطر ما يمر على الإنسان إذا عمل أن لا يقبل عمله. والله لو تحترق البيوت ويموت الأبناء وتقطع الأبدان ويذهب كل ما وهبت، أهون عليك من أن يقال لك منذ 30 عام لم تقبل لك طاعة. لما؟ قد عملتها لكنها ليست لله وحده. والله غني، من ثمراتها أن يقبل، ووالله من السعادة أن يقبل الله مني ومنك. لو علمت أن الله قبل منك عمل واحد فما أسعدك. فجدد الإخلاص ليرتقي العمل إلى السماء، فهو مضخة رفع الأعمال إلى الله، هي الإخلاص. وللمعلومية، من ثمرات الإخلاص أن الإخلاص يضاعف الأعمار، يضاعف الأعمار، فيجعل العمل اليسير اللي قضيته في 20 دقيقة لربما 10 دقائق يجعله الله عملا بأعوام. كم الإنسان يأكل، وأكلك إن أحسنت النية صار صدقة على نفسك، نومك عبادة، إدخال السرور إلى قلوب الناس عبادة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إلى غير ذلك. إذن الإخلاص يجعل الحياة كلها مشروع طاعة. ومن ثمرات الإخلاص أيضا النجاة من النار، وحسبك بهذه الثمرة، حسبك بها والله أن تنجو من النار. يقول الله جل وعلا في كتابه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال بعض المفسرين أن هذه الآية في سورة الليل نزلت في الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، كان يجمع المال وفي خفاء يعتق به الرقاب، لكن لماذا الرقاب الأقوياء حتى يكون الولاء له بعد عتقهم؟ لأن العبد الذي يشتريه حر فيعتقه يكون حرا، لكن لو مات ولا وارث له فإن الذي اعتقه له ماله، له الولاء، ولكنه كان يعتق الفقراء والمعذبين والذين يسومهم كفار مكة العذاب، حتى أن أبا قحافة والده رضي الله عنه يقول: يا أبا بكر أعتق رقابا أقوياء حتى يساعدوك ويكون الولاء لك. قال: إني أريد ما أريد. وماذا يريد؟ اللهم ارضى عن أبي بكر وعن أصحاب نبيك أجمعين. كان يريد رضا الله، ولهذا قال الله: وسيجنبها الأتقى، وهو الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، زكاء النفس بالإخلاص والإنفاق،
وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما كان ينفق لأن هؤلاء لهم معروف عليه إلا ابتغاء السبب الوحيد الذي جعل الصديق يعتق الأرقاء، قول الحق إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. الجائزة ولسوف يرضى.